التعداد السكاني في الأصوات اليوم للأغلبية من؟ اليوم الأغلبية في ديالة هي للشيعة وليس للسنة، وبالتالي أستاذ أنت عندك مقاعد. نعم. السني نفس الحالة راح يجاوب، راح يقول لك أنا هم راح أظلم جمهوري. لا لا مستحيل. على أي أساس ما يكون المنصب إليه؟ ما تندار بهذه الطريقة، يعني إحنا عندنا آلية سياسية اعتدنا عليها، يعني ما ممكن أنا اليوم أجيب رئيس جمهورية للعراق من العرب، ما ممكن يعني. هذه حصة الأكراد، وبالتالي ما ممكن أجيب من البرلمان العراقي، بالتالي محافظة ديالة اليوم من حصة الشيعة.